فهم قالوا يعني إبراهيم كان أبراهاميك يعني كان من رحمة. الله أكبر. نعم والله تحريم عظيم. والله يا أخي. لأن أنا يعني وصلوا من هناك زمان وكان لهم حضارة هنا قبل حضور هؤلاء. نعم. لا هندوس ولا شيء. لا هندوس ولا بوديس كان علاقة مع إبراهيم عليه السلام. ما شاء الله. لذلك هو أقرب من أقوى الشعوب في الإسلام ومن أقربهم إلى الشريعة. نعم من الشريعة. نعم. عجيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video perbincangan nasab-nasab Rasul Profesor Dr. Salihah Yaqub ya bersama Maula Muhammad Amin Al-Idrisi Al-Hasani. Dan ini percakapan yang sangat menarik sekali ataupun pembahasan yang sangat menarik sekali ya guys berkenaan dengan Maula Muhammad Amin Al-Idrisi Al-Hasani. Jadi pasti menggunakan bahasa Arab ya kan. Nah, kita nak tengoklah Profesor Dr. Salihah Yaqub ini bersama dengan Maula Muhammad Amin Al-Idrisi Al-Hasani. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Ya bahisain. Masyaallah. Fi madza fi nasabiyan. Laisa faqat yani fi nasabi Rasul yani ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. منذ عصري يعني أمريكا تعالج من سيدنا عبد سيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج من حجر وتزوج مع سارة جاء منه بني إسرائيل وحجر يعني جاء منه بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم وتزوج بعد ذلك قنطور قنطور هذا يعني جاء من أرخب ملاي قنطور هذا غير مشهور ولكن ذكر في هذا في الإنجيل هذا فارسي ليس في الإنجيل بس في الجديد ولكن غير معروف عندنا وهي هي بحث عزة ما شاء الله فالملايو هي الخليل ملايو يعني يبدو أنه شيء جديد له بفجئ ما شاء الله أنا في هذا أنا عملت 16 سنوات هذا أرسال فوجدنا يعني أن الأنبياء ليس من اليهوديين الأنبياء ليس من اليهوديين فالأنبياء من العرب يعني العرب القدامى العرب القدامى بروتو عرب هؤلاء وليس من اليهوديين أنا شفت هنا لو ما فعلت هذا لن أدري الجواب لكن بعد ثلاث سنوات يعني عملت فوجدت أن فوجدنا أن العرب الأنبياء كلهم من العرب هذا أولا وثانيا ما في اليهودي هنا فاليهودي هي فقط اصطلاح وأيديولوجي مصطلحات فقط صحيح وليست علاقة له بالأنبياء وكيف بأهل الكتاب؟ بالأهل الكتاب وليس من الأنبياء أهل الكتاب كان في أيام آدم عليه السلام في أيام إبراهيم عليه السلام كان جاءوا إلى فلسطين فلسطين كان مثل مكة الآن كان يعني فلسطين يعني هؤلاء يريدوا يذهبون إلى فلسطين لكي يقرب مع الأنبياء كان إبراهيم عليه السلام كان هنا كان إبراهيم من العراق إبراهيم عراقي من كان لغته لغة أكدية وسار من العراق ليس له علاقة باليهود ولا النصارى هؤلاء من دين حنيف هم يتكلموا باللغة الأكدية اللغة الأكدية هي جزء من اللغة العربية هو جزء من اللغة العربية اللغة الساميات فرحل إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين بسبب ماذا؟ بسبب الملك كان تلك الأيام يحبه كان من مصر صحيح؟ ثم رحل إلى حران ثم رحل إلى فلسطين فتوفي في فلسطين ما شاء الله في تلك الأيام كان أهل الكتاب مثل أهل الكتاب كان في الأول أهل الكتاب كما قال أبو فيدة في أنصاب البشر وأيضا يعني ناس الأستاذ جديد يعني بانجي خيبك ماذا وقال يعني ما معنى اليهود اليهود كانوا من روم كانوا من فرس كانوا من أفريقيا كانوا أيضا من العرب جاءوا في إلى فلسطين حول
حول 2000 قبل الميلاد، 2000 سنة 2000 قبل الميلاد هناك. وثم تعامل في أصبح ماذا؟ كاتب، أصبح مثلا مع الأنبياء، يعني هؤلاء دائما مع الأنبياء. أخيرا تحرف، يعني تحرف معلومات، يعني من موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام كم مدة؟ طويل، حول موسى إلى عيسى تقريبا 1200. ففي تلك الأيام انحراف كثيرة، يعني بدلوا التاريخ، بدلوا التاريخ، انحراف الكتب يدي ديروبه كده. يا عادو نعم صح، طيب صح، موجود هذا كله. نعم أنا كتبت الكتاب صحيحة، جزاك الله خير. أنا كتبت الكتاب، ولو لو كان ما كان تحريف لما كان دائرنا من يجي. نعم ما كان بالجنة صح. انحراف كان أحدث، يعني منذ موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، بعد عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم حول تقريبا 600 571 ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول في 632. بالكل عندما نقول يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، أليس هذا نسبا إلى يهود؟ يهود؟ نعم. شوف لماذا؟ لأن تريد أن أسمع بكلام المولى الأمير، لكن أنا لا أتكلم، يعني لا نضيف قبل بسم الله بسم الله قبل هذا مقدم قبل كلام المولى الأمير. ما كان في كل مكان، ما كان في كل مكان، بعدين 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 بعدين. يا دكتور من سؤالك، يعني هل بني إسرائيل علاقة مع اليهود؟ علاقة نسبية؟ لا، دميا لا. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام له 4 أزواج، زواج هو سارة، ثاني حجر، ثالث بطور، رابع أرهير، هجر أرهير، هجر أرهير هذا موجود هنا، هجر أرهير. إذن متى يعني جاء مصطلح اليهود؟ مصطلح اليهود، اليهود بنفسها متى؟ هؤلاء يشعر أنه حصل حدا من الله سبحانه وتعالى، هذا كان يجب من كلمة هداية، هداية هذه اليهود، يعني صلة بالله. نعم هذا هو، هو يعني يفصل يبدأ نفسه بهكذا كما هذا كما فهمته. فكلمة يعني بني إسرائيل، هذا بني إسرائيل من أبناء يعقوب عليه السلام، لأن إسرائيل هو لقب يعقوب أو إسرائيل. إسرائيل بمعنى إسرائيل هنا هي لغة، لغة كنعانية، لغة فينيقية، يعني بمعنى ماذا؟ إسراء عبد، عيل بمعنى دهر، عيل بمعنى الله الله، هنا 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 يعني عبد الله، عبد الله. لا إنسان بني إسرائيل من هذه التفرعات، ما علاقة باليهود؟ لو هم قالوا يهود لا. Ini seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Auni Muhammad ya, ketika menerangkan tentang bagaimana itu bangsa Yahudi ya kan, seperti itu. Ada Yahuda, fa Yahuda, Yahud ya, dar wa za'alak ba'id ya fil arud. Mungkin istihat ta'bir, mungkin nakul anna al-Yahud wal-lazi ya'taniqu bidini min bani Israel. Nah, huwa ya'tani bidini ana bani Israel, sahih. ولكن من ناحية جسد نسبية دمية لا. هؤلاء من الخارج، هؤلاء خارج من تسلسل الأنبياء، إذن ليسوا من بني إسرائيل، هم ليسوا من بني إسرائيل. من معه كلام معي وافق معي، يعني كلام زغلول النجار دكتور زغلول النجار من مصر، فواحد آخر من نجار من إسرائيل. هم قالوا، هو قال ماذا؟ الأنبياء من المسلمين وليس من اليهود، هؤلاء من البني إسرائيل. حتى الآن يعني ثلاثة أنا عارف، يعني من له يعني هذا الرأي، أنا لولا دكتور جابر النجار، وهذا من جامع إسرائيل.
أربعة. ما شاء الله. وأنا أنتظر. أربعة ونص. أربعة ونص. أربعة ونص. بس بيجي النص الثاني. هو رجل دقيق. هو فهم النص بل لكن لازم يتعلم منه النص الثاني. نعم إذن يعني حلت كثير المشاكل في العالم لو إبراهيم عليه السلام هو ليس من اليهود أو النصارى. هذا من قول تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولكن كان إبراهيم حنيفا مسلما. هذا حل كثير مشكلة في العالم إذا اعتمد على هذه الآية. ما شاء الله. يعني يزورون لأنه من زمان معهم ميديا. نعم. كما اليوم ميديا هم زمان كان معهم أيضا ميديا. نعم. يزورون الحقائق. هذا الكتاب. هؤلاء يعني. هؤلاء يعني يوصلوا هذه الفكرة من؟ من أقوال اليهوديين والنصرانيين حتى في ميديا سوشيال. أنا كنت في ميديا سوشيال والناس يعني مثلا النصرانيون يعني الهند دائما في ماليزيا الهند يعني كأنه يعني لا يحبوا كلام الهند هم يفكرون بأن الهند أصل كل شيء صح أصل كل شيء فما علاقة هم قالوا يعني إبراهيم كان أبراهاميك يعني كان من رحمة. رحمة. الله أكبر. والله تحريم عظيم. بتلاقيه الناس. لأن أنا عملت هذا على مع حازك نحن مع في نقوش القديم. أنت تعرف إبراهيم عليه السلام كما فعلت هذا هي حول ماذا 2000 قبل الميلاد. تقريباً فتم. تقريباً يعني هذا هي. يعني من اليوم تقريباً. تقريباً. 2000 هذا. نعم. فقبل بعد هذا حمورابي. حمورابي 1000 بعد حمورابي صاحب القانون فثم مات يعني ريك فيدا ريك فيدا كتاب فيدا فيدا ريك فيدا حول 1400 قبل الميلاد 1400 قبل الميلاد هذا يبدو في ايام ما قبل ايام داوود كذا يعني قبل قريب داوود عليه السلام هكذا بعدين ماذا نريد ان نقول هنا ما هي اللغة المكتوبة أو يعني أصلية؟ داود سامحني داود تقريبا عام 900 قبل الميلاد. داود وسليمان. سليمان. متأخرين على عن سيدنا. يعني. ثلاث قرون تقريبا. 1900 ما يوصل. 1200 هو موسى. نعم أنا كتبت هنا. داود متأخر عن موسى. متأخر عن موسى أنا كتبت ال. سليمان 980 صحيح نعم ما شاء الله داود ليس طويل في داود وسليمان هو والده لا يعني نعم انا اقصد يعني داود يعني في ملكه ليس طويل لا ليس طويل ليس طويل واضح اذا ما هي اللغه المكتوبه في ريك فيدا كان في الاول بطريقه كانت كتابه مسماريه نعم مسماريه كتابه مسماريه لكن ماذا المستشرق يسمى هذه الكتابة؟ سموا بي بكتابة ميتاني هم لا يسموا بكتابة أكادية ليش؟ يتفرجون على القضية العربية نعم إذا كان سموا بالأكادية الناس يتفكر عن إبراهيم عليه السلام هكذا هو انحراف المعلومات إذن هم سموا بعد أنا مع هذه رجعنا هذا ووجدنا يعني تعد يعني استغربنا بهذا حتى هذا حتى كل الأشياء خطوات مغيرة بتقول جوجا صح جزاك الله شكرا لازم هذه المعلومات تخرج للناس نعم الآن حاليا يعني الناس يعني كأن كيف هذا يعني يبدو يعني هذا جديد يعني لهم فمتى انحراف لغة يعني انحراف بعدها بسبب رحمة هذا رحمة يحب السلطة هذا فأصبحت يعني الناس كثير يحب المال أموال فيحب رئاسة فأصبحت انحراف حتى أصبحت ريك فيدا إلى يجور فيدا يجور فيدا يعني أصبحت يعني عبود للأفعى صح ليس صح الأفعى سنيك أفعى سنيك هذا حتى أصبحت هذا فثم هم يفكروا أن اللغة السنسكريتية قديم صحيح؟ أقدام اللغة في العالم انحراف المعلومات والله اللغة السنسكريتية جاءت بعد ولد بوذي ولد بوذي 502 بمعنى اللغة السنسكريتية جاءت بعد بوذي
فاهم شو بيوزنوا؟ بسم الله الأستاذ السكرتير لها تأثير كبير. نعم فلذلك يا أستاذ إنما اكتشف برموكتا هذا سوني باتو 788 BC 788 بي سي ميلادية كان اكتشف في قادة هذه. هم يعني يتعجبوا بأن الملايوية كان أدبه طريقه قبل 500 أي ليس له علاقة ببوذية. ما شاء الله. أي علاقة مع من؟ طبعا مع ميسوبوتاميا. وهذه رافلين. وهذه رافلين. فوجدنا اسمه قالة يا أستاذ اسمه قالة. قالة كانت تستخدم في أدب الأشورية. يعني وصلوا من هناك زمان وكان لهم حضارة هنا قبل حضور هؤلاء. نعم. لا هندوس ولا لا هندوس ولا بوذيس كان علاقة مع إبراهيم عليه السلام. ما شاء الله. لذلك هو أقرب من أقوى الشعوب في الإسلام ومن أقربهم إلى الشريعة. نعم من الشريعة. نعم. عجيب. ما شاء الله. يعني تكتشف جديدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما بعد الحرب البدر ويأخذ السيف كان يأخذ كل سنة من بني خينوقة. بين خينوقة يعني من مال بعد اللي حصل على مال الحرب. بعد الحرب. ثم قال ماذا؟ سيفنا من قلع. لأن ماذا؟ في نقوش القديمة ما في وفر. ما في اي او ما في الف واو يا كله كونسونانس. اذا كيف تكتب قلع؟ ربما هم يكتب قاف لام ها فقط بدون اي هكذا نطق. يعني ما في وو في العربيه يا استاذ هي حركات. وو في العربيه ما حركات. شو إذن بيبليكال ستاديس كتاب المقدس الذين يشهد في هذا يكتب ماذا قلع لأنهم لا يستطيع أن ينطق عين من عيوب الإيروبي لا يستطيع أن ينطق العين ولذلك لم يستطيع يقول أرض هم يقول أرض ما يقدرون صح لغة مو مضبوطة حتى الجماعة التي كانت في أوروبا عندنا في الأندلس وفاس وهم من الأندلسيون إلى يومنا هذا ما يستطيعون يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا أهل فاس كثير منهم راء ما عندهم قاف ما عندهم الألف حرف قاف قاف في ألف والراء في غين تعب صح لأنه لغة أصلية أوروبية سبحان الله والله مقدمة مني كثير يعني ليلى كلام مقدمة جميلة كسيد البيت أنا نريد أن نسمع كلام من أستاذنا ما جينا نتكلم هي مش نسمع جزاكم الله خير والله كلام شيق وما شاء الله نريد أن مثل هذا بيكون فايرال في التيك توك مش الكلام الفاضي اللي نراه اليوم هذا علم أبني. أيوة طيب يكون الناس يعرفون صح. العوام حتى في المقاهي يعرفون هذا نعم طيب. اللهم صل على سيدنا محمد. أوكي guys sudah selesai tadi ya pendahuluan daripada Profesor Dr. Salehah Yaakob bersama dengan Maula Muhammad Amin Ali Drisel Hasani. Masya Allah ini sebuah perbincangan yang patut kita ketahui dan wajib kita ketahui juga guys ya berkenaan dengan bagaimana penjelasan bagaimana istilahnya sejarah yang terdahulu seperti itu. Jadi bisa dikatakan Melayu itu lebih tua lebih dahulu ada daripada Buddha seperti itu ya guys ya. Kita boleh tahu semuanya daripada pengkajian daripada Profesor Dr. Salehah Yaakob ini. Oke, itu saja video kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Bagaimana komentar teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange